السلام عليكم ورحمة الله. أحمد محدثكم عاد إليكم بقصة جديدة من الحياة المليئة بالتلطيم. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المتابعين، أول شيء أنا أدري أني وعدتكم في القصة اللي فاتت حق الابتدائي أني أول ما وصل 200,000 بأنزل، لكن والله يا جماعة أنا هجت معي شوي مع السيزن الجديد حق فورتنايت ومع القراصنة، فهمتوا؟ الواحد ما عرف يدارك القناة، فوالله أنا أعتذر على التأخير. عشان كذا هذه الحلقة إن شاء الله نتعوض وبإذن الله نتعجبكم، أنا متأكد. طيب عشان ما نطول ندخل على طول في العميق، يا جماعة أنا الآن في مقر باور، أوكي؟ ستب شوي متغير، باقي ما خلصته، إضاءة متغيرة. علموني إذا حابين أسوي لكم جولة وفلوج في مقر باور، اكتبوا لي تحت إذا حابين، أوكي؟ طيب، الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن أنا في الابتدائي كيف كانت مرحلتي. المراحل الأولى أول وثاني وثالث زي ما أنتم عارفين يا جماعة، أنا كنت مرحلة أهلية زي ما ذكرت لكم، صبغت شعري بسبب الحادث اللي جاني براسي من الجهة اليمين، وأنتم عارفين الأشياء والتنمر اللي تعرضت له في المراحل الأولى. وتكميل المجريات القصة اللي فاتت، اللي ما شافها يروح يشوفها، وإذا أنت ما شفتها عادي تقدر تكمل من هنا. قرر أبوي أنه ينقلني عند مدرسة عمي أحمد. المدرسة هذه مدرسة حكومية، مدرسة فيها خلينا نقول مدرسة المراجل. رحت لها وانا في الصف الرابع وكملت من الرابع والخامس والسادس ابتدائي في المدرسة هذه. اوكي زي ما انتم عارفين شخصيتي كانت ضعيفة اول، وكنت دائما يعني ما احب احارش احد، لكن المدرسة هذه يا جماعة الخير هي نقطة الارتكاز التي يعني اللي غيرت من شخصيتي كثير. بالزبدة يا جماعة بحاول الخص لكم النظرة المبدئية اليوم دخلت اول يوم والايام اللي بعدها عشان تفهمون الفكره اللي انا كنت متصوره على المدرسه دي. بدات السنه الجديده لدوامي في المدرسه حقت عمي الحكوميه اللي كانت عباره عن عيال قبايل. كيف يعني عيال قبايل؟ يعني انت بصف ثالث، ولد عمك بسادس، انت هنا عصابه، انت بثاني عندك ولد عم متخرج يعرف فهمتوا؟ يعني كل واحد يضبط وضعه. احمد محدثكم كان عنده اقوى عصابه في المدرسه، هي مي عصابه لكن ظهر قوي محزم، اللي هو عمي احمد. عمي احمد كان المسؤول عن ماده العلوم، ماده صعبه يعني ولا هيبتها، يعني مهم يعني ماده بدنيه ولا كذا، ماده علوم. جاء اول يوم بالمدرسه يا جماعه الخير، دخلت المدرسه وانا متوتر كالعاده، طلاب جد ما اعرف اي احد، قابلت عمي سلمت عليه، قال لي اول يوم قابلته فيه احمد نادني استاذ، انا عمك اخو ابوك برا المدرسه هنا ان طالب. اعطاني بالنظره الشديده هذه يبغى يوضح لي احمد ترى هنا ما في صلات معرفه، انا تعرفني اعرفك، هنا تمشي سيده. قلت له طيب وابشر وان شاء الله كل شيء يصير تمام. دخلت يا جماعه فصلي كان اول فصل، دائما انا اكون من فئه الالف، كنت مع رابع الف، تمام؟ عندنا الف وعندنا باء، جيم دالها ما في، الف باء كذا بس. وطبعا الف اي فصل الف، الفصل الباء هذا عدو، ما في اصدقاء، مدرسه هذه مدرسه حروب. المهم حضرت بدري، رحت فوق حطيت كتبي، بعدين نزلت تحت خيط لفه سريعه، خلصت الطابور وجاء الوقت اللي ادخل فيه الفصل. وانا واقف يا جماعه في الطابور وانا رايح للفصل، جالس اشوف حاجه انا ماني متعود عليها، المدرسه القديمه الاهليه كانت داوم باللي تبغى، لكن هنا اغلب الطلاب يجونك بثياب واشمغه، يجيك شماغ ثوب ولا يجيك بعصبه ولا يجيك بطاقيه، ما تشوف بدل الا اللي عندهم بدنيه بيومهم. انا كنت شوي مستنكر الوضع مو يعني احسه كاني بعزيمه، كاني كذا يعني زواج حاجه، فاهمين قصدي؟ رسميات. ما لكم بالطويله، دخلت الفصل اليوم الاول طبيعي، قابلت الطلاب شفتهم. بعد ما دخلت الفصل وجلست بدا الان الشغل حبه حبه يطلع وبدا العالم تعرف انا مين. كيف يا احمد عرفني؟ جلست على الطاوله وانا الشيء اللي ما ادري عنه ان عمي متوصي فيني عند المدرسين الباقين وقال لهم هذا الطالب ولد اخوي ضبطوه ويعني وعرفوه ترى في متوتر. دخلت الفصل خذيت لي طاوله كذا مو باخر واحد يعني قبل الاخير، جالس لحالي مؤدب، العالم تلفت فيني طالع مستنكره كاني داخل بيتهم. في اللحظه هذه يا جماعه الخير دخل المدرس، والله ما اذكر اي مدرس صراحه، تفاصيل الدقيقه مو مهمه كثر ما هو الصوره اللي ابيكم تتخيلونها معاي تفهمونها. دخل المدرس وغالبا انه كان الاستاذ عارف العسيري، مدرس ماده التاريخ والرياضيات، كان يدرس كل حاجه، يجيب رياضيات تاريخ فقه دين. الله يذكره بالخير. دخل الاستاذ هذا كان خوي عمي بالضبط، خويه طلعوا مع بعض حتى برا المدرسه، كان علينا. دخل السلام عليكم، اول ما خلص ردينا السلام، وين احمد؟ احمد فلان القحطاني. بعد ما سال المدرس عني وناديته وجاوبت على طول، قام المدرس عرف فيني قدام الطلاب، هذا طالب جديد معاكم، كان معي كذا شخص ثاني بس انا كنت يعني اللي اذكره انه عرف فيني انا قدام الطلاب، وقال لهم اني ولد اخو الاستاذ الثاني اللي يصير عمي. اول ما قال اني الاستاذ الثاني يصير عمي، الانظار والرؤوس كلها قامت كذا، كل العالم تعرفون اللي يعني كيف اشرح لكم، يعني العالم كلها عطت لفت علي، فهمتوا قصدي؟
طالعوا فيني كذا ولي طالع فيني مستغرب ولي طالع فيني مبتسم ولي طالع فيني نظرة غريبة كذا. أنا توترت شوي وانبسطت شوي لأني حسيت إن الاسم عمي في هيبة. أوكي المهم يا جماعة الخير، خلصت الحصة ومرت الحصة الأولى والثانية والثالثة، بديت شوية أتأقلم، جو يسلمون علي يكلموني، ما أبغى أدخل بالتفاصيل كثيرة، أبي أعطيكم بس نظرة مبدئية. بعد ما خلصنا هذا كله مرت الأيام، اليوم الأول والثاني والثالث، لين ما جت الأيام اللي بيت أنا شوي فيها أمون مع الشباب. حلو حلو، أمزح مع فلان، أمزح مع علان، أطقطق مع هذا، أطقطق مع هذا، لين ما جت مرة من المرات يا جماعة الخير كان علينا مين؟ علينا عمي مادة العلوم. أنا يا جماعة ما كنت بتصور إن في يوم من الأيام عمي راح يمد يده علي قدام الطلاب. قلت ممكن يعني يعطيني نصائح كذا بس ما يمد يده علي قدام الطلاب، لأن يعني ما ادري بس كذا متصور، ما ادري ليش اخوي ابوي اخوه الكبير يعني عيب لا تضرب بردي، فهمتوا قصدي؟ المهم يا جماعه الخير في اليوم حق عمي والله العظيم اني اذكره كانه امس، ابي اشرح لكم عمي. اوكي عمي احمد طول عمره السلامه عنده وقت المزح مزح، وقت الجد جد، تمام تمام، يحب يسولف مع طلابه وياخذ ويعطي معهم، لكن اذا وقت الجد جد وقعدت تبربس وتطقطق هنا جي جي تلقم. كان عمي أحمد المدرس الوحيد اللي مشهور بطريقة تأديبه للطلاب، عنده طريقة يا جماعة الخير قسم بالله اني ما شفتها في العالم كله، ما شفتها في العالم كله. كان إذا في طالب شاغب إيش يسوي؟ ما يضربه بعصا، ما يهاوش، لا لا عنده طريقة خاصة، يقوله تعال يجيبه يوقفه قدامه، ثم يوقف يا جماعة بشرح لكم ضروري أشرح لكم، يوقف قدام الطالب كذا، الحين هو الطالب قدامه، هذا راس الطالب، عمي كذا واقف، يمسك الطالب من اذنه اليسار ومن اذنه اليمين بهذه الطريقه ويحط اصابعه كذا، يا ربي تشوفون كذا، ويبدا يرص ويفرك، يرص ويفرك، يرص ويفرك لين ما تحمر الاذن، اذا حمرت الاذن ترك، تعذيب، اسلوب سجون. كانت هذه الطريقة بالتأديب معروفة عند كل الطلاب والمدرسين في المدرسة، الدرجة يا جماعة والله العظيم إن في طلاب كان إذا لداهم يمشون لكذا من الخوف إنه يسوي فيهم العقاب هذا، حتى لو إنك يعني أنت يعني قويت حاجة بسيط بسيطة. المهم جاء اليوم يا جماعة الخير اللي أحمد فيه يعني هو ما نسى، هو تكاسل، أنا تكاسل، كان علينا مادة العلوم وكان عمي هو اللي قدامي، قام سأل الطلاب، يا طلاب يا أخوان يا جماعة اللي مو جايب الكتاب يوقف بدري يرفع يده. انا ما كنت جايبه وكانوا معي كذا شخص، انا كنت متوقع ان عمي اذا شافني من الطلاب اللي ما معاهم كتاب بيسمحنا اليوم، اليوم ما في عقاب، اليوم مسامحه يا اخي مسامحه. وقفت يا جماعه الخير مع الطلاب اللي ما كانوا جايبين الكتاب وكنت متوقع ان الامور طيبه وكل شيء سليم، كان عدد تقريبا 3-4 ما اذكر بالضبط كم، نادى الاول نادى الثاني نادى الثالث، بقيت انا، يوم جاء عندي قال لي تعال، توقعون خلاني اخر واحد ولا سامحني؟ لا استفتح فيني، سكني الله يطول في عمره ويحفظه ويخليه، سكني قدامه قال لي ليه ما جبت الكتاب؟ والله ما خرجت عمري ما خرجت زفت، قال لي طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا فيني ضحكه، كان فيني ضحك حزت، شافني مبتسم ومسك اذني وجهي عليه وظهري على الطلاب، شافني مبتسم قال في قلبه وحسيت من نفس مسكته وكان وجهه واضح انه من وجهه اللي طيب تضحك انت على وضع مزح، طيب انا اطلع ام الضحك من عيني، فيمسكني يا جماعه الخير ويمقص اذني اليمين واليسار بقوه، سوت من الجهه هذه حمار والجهه هذه حمار ويفرك، ومع كل فركه الابتسامه تبدا تقل، التوتر يبدا يزيد والحمرار يبدا يكثر على وجهي كامل، قرصني قرصني قرصني، انا ساكت وصامر، رجال انا رجال، بدأ يشد، شافني ما ارتخيت وبدأت انا اصمل معاه، بدأت اتحرك يمين يسار واتلوى معاه، يوم شد شد قلت اول ما قلت فكني انا هنا تحررت، طلعت يا جماعه الخير وانا اسمع صفير في الاذن خفيف مره، صفير كذا خفيف، والطلاب اللي هناك يطلعون فيني كذا قامطين، يروح عند الطلاب يمسك الاول ويسوي يلا روح الثاني يلا روح كذا لمس تتش تتش يلا روح، اطالع انا الا طويل العمر طويل العمر ما سوى، انا بس ربي قوه، انا ورد اخوك عمي، انا ورد اخوك. المهم عرفت بذاك اليوم ان الوضع غدرات، يعني اذا جاء اليوم اللي صدق انا احتاجه فيه يمكن ما يكون واقف جنبي 100% الا بالامور الصعبه عشان ما يبين للطلاب اني انا متحيز مع ولد اخي. رجعت مكاني ودرست يا جماعه الخير، ومرت الايام ومرت الايام، كونت لي علاقات ومرت مرت، تقريبا كانت على الترم الثاني السالفه اللي بقولها الحين اللي مرتبطه ببعض، بدت شخصيتي تقوى شوي واخويا يزيدون، اللي خوي مصالح واللي خوي صداقه، اللي خويني عشان عمي واللي خويني عشاني انا يا احمد يعني صديق له. والفصل عندنا يا جماعه الخير كانت في انواع الجنسيات، سعودي مصري سوري يمني يمني
زبدة أشياء كثير. لكن في طالب يا جماعة الخير كانت بيني وبينه كمية مشاكل وهواش وسب وضرب ممكن كانت توصل درجات بعيدة خارج المدرسة، توصل ما أقدر أوصل. هذا الطالب يا جماعة الخير اسمه راكان. الطالب هذا أبى أشرح لكم كيف شكله. أبيض منديل أبيض، أطول طالب في المدرسة كاملة. والله يا أخوان إنه أطول طالب في المدرسة كاملة. يده خباز، يد خباز. الجسم مربع، الشعر أشقر، جنسيته كانت سوري. أنا كنت مسوي ولد طقطوقي الأول واللي ماسك الجلسة والصف والضحيك والزحيف، لين ما طحت بهذا اللي اسمه راكان. راكان هذا يا جماعة الخير كان يحبنا يكون له هيبته وكلمته وإني أنا أقوى واحد وأقوى طالب، تعرفوا سوالف الابتدائي. وأنا نفس الحكاية كنت أشوف نفسي كذا، لكن الفرق بيني وبينه أنا كأني القوطي هذا الصغير. راكان هذا والله كذا تقريبا. أنا سعنطوط هو جبل. الزبدة إن راكان وأنا كانت بين حاسيات، أنا معايا أخوياي وهو غالباً يكون حالة أو يخوي كذا شخص، بس إنهم يعني عادلين ودوافير. كان دافور. راكان كان يخوف بسبب إنه ثقيل وجسم جثة، وإحنا صغار وأنا رجال صغير وباقي ما تأقلمت على موضوع إني 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 أدخل في مشاكل مع ناس أكبر مني. مرت الأيام وبدت الحساسيات والنتفات تجي بيني وبين هذا الشخص اسمه راكان. أنا أقط عليه هو يقط علي. وأخوياي اللي معاي برضو يقطون عليه. لين ما جاء يوم من الأيام يا جماعة الخير قررت أني أنا وراكان نتباقس. والله يا أخوان أني ما أذكر بالسالفة إلا أني كنت أجي عنده وأروح جنبه وأجي أقول له بوري بوري طاط طاط سروالك ما له مغاط. كنت كل ما أجي أسوي الأغنية هذه يطرطع الولد ويجي يهجم علي وأنا أزبن، وسبحانها مغير الأحوال اللي جمعنا في يوم من الأيام على البيت يا جماعة. توعدت أنا وراكان هذا نحن نتقابل على البيت. أوكي كانوا معاي شلة فاسدة من الأطفال اللي كوكون لي واللي أبو محمد ما عليك وما ترى خواب وذا، وأنا زي الهطف جاي من مدرسة جديدة كذا مسوي في أمه اللي بقى أجي أصيد الجو. المهم يا جماعة الخير كلامي بيني وبينه والمحارش القوي كان وقت فسحة وكنا متوعدين على البيت وهو معاي بالفصل وقريب مني، أنا كنت جالس هنا وجالس قدامي بشوي، فكنت أنا وياه في الفترة هذه نعطي بعض نظرات. مرت الحصة الرابعة الخامسة السادسة، كانت السابعة هي آخر حصة لين ما وصلنا للحصة الأخيرة اللي هي السابعة يا جماعة الخير. السابعة ما كان فيها مدرس، كان فيه أتوقع انتظار أو إن المدرس ما كان موجود، لكن أذكر إن الصف كان فاضي. أيوة الصف كان فاضي مرة، ما في إلا طلاب وطلاب يبزحون. أنا وراكان ما قدرنا نصبر يا أخوان، وكان في من ديك الحصة شرارة تطلع من راسي ومن راسه، كل واحد يدور الشر. أخوكم اللي جالس تشوفونه الآن كان إنسان في دودة تفر تخليه يتحرك كثير عشان يدور مشاكل، واستاهل المشاكل والله. رحت عند الرجال قعدت اتلفلف واحاول اني اسبب مشكله واطقطق وقلت كلمات لين ما راكان زقت معاي يا جماعه، كاني اشوف المنظر قدامي. طف راكان الطاوله باقوى ما عنده، قام من الكرسي حقه وقف يطالع فيني، الصف كله هدوء ما حد جالس يتكلم، العالم قاعد يطالع باللي بيصير من راكان. انا كنت واقف وكان بيدي قلم رصاص ماسكه بيدي كذا اتسحب فيه، هو قدامي انا واقف جهه السبوره. قام راكان اتجاه عندي بشكل مستقيم، كل ما له يقرب قاعد يقرب، وصل لين عندي يا جماعه، خذ قلم رصاص من يدي، مسك يدي بقوه، سحب قلم رصاص وقطع على الجدار ويمسكني يا عيال. بعد ما رمى قلم رصاص يا جماعه قسما بالله انها كانت من اقوى الصدمات في الحياه. تعرفون الضربه القاضيه، انا قدامه ها ويرفع يده كذا كان يكبر كذا بإيمان وبغبنة وقهر، وأنا قدامه ويعطيني ضربة قوية مرة. الضربة هذه اختل التوازن أنا عندي وقتها، أول ما ضربني يا أخوان وقوم أنا وحاول أنقذ أتمسك فيه ويمسكني ويصفقني يمين ويصفقني يسار ويمسح فيني الأرض وصفقني، وقسم بالله يا عيال إنه خلى الكرامة عندي منديل. قام الطلاب اللي معاي اللي كانوا واقفين معاي، اخوياي اللي عندهم اخوياي اللي بيوقفون جنبي ما فزعوا، لا راحوا فرقوا وراحوا مسكوني وخلوني اتصفق زياده من القمطه ومن الهول المنظر. قاموا انا متكتف ومقهور يا اخوان. في اللحظه هذه اللي انا قاعد اتصفق من الكل وريحه خايسه، واحد جنبي ماسكني ريحه عرق واللي ماسكني من هنا
سعبيل وأنا خلقه قاعد متصفق ثوبي وسخ الجيب مشقوق وركان قدامي وجهه أحمر مع صوت الزعزع هذا كله وصفق الطاولات والصياح. سمع مراقب الدور الصياح هذا كله بوف إداهم أم الفصل. أول ما داهم الفصل إيش السالفة؟ ويجون الطلاب يشخصون كلهم وأنا أتكلم وأقول صايح على ركان. ركان يصايح علي يمسكي أنا ركان. يلا انشوف مكتب المدير. مكتب المدير مكتب قاعد انا وانا رايح مكتب المدير قاعد اسوي اوليه 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 عمي عمي وانا رجال مسكين على نياته. ونروح مكتب المدير وننزل يا جماعة الخير نجلس هناك حق معانا المدير استغرب السالفة كيت 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 طيب استدعوا ولي امر الطالب هذا واحمد نادوا عمه بسرعة الان يجيني. دقوا على عمي ما يرد دقوا على عمي ما يرد طلع عنده حصة فانتظرنا لما تأتي الحصة ونزل عند العمي بعدها. كانت هذه يا جماعة أول مشكلة لي في المدرسة كان سجلي نظيف. المهم يا جماعة اللي أذكره أن ولي أمر الطالب ما جاء لكن عمي جاء. دخل عمي مكتب المدير. أول ما خش عمي مكتب المدير كان يطالع فيني لقى حالتي مبهذلة الجيب مشقوق ومو يعني شقة خفيفة كذا وفي وصاخة في الثوب وراكان بصر ترى يعني أنا أقديت شوي ضرب ضربة خفيفة يعني شفت القطوار كذا مخشة كذا فهمتوا اشياء بسيطه يعني ما عليكم يا شباب اوكي تصفقت بس اصبروا شوي. يوم يطول عمر شاف عمي المنظر كذا انفجع احمد شو السالفه واسكت انا ويجي المدير يتكلم وش راي السالفه كلها سالفه كذا كذا الطالب هذا والطالب هذا بينهم مشاكل كل واحد يقط على الثاني كلمه ويقط عليه وانا بقط عليه ويقط عليه وانا بقط عليه لين ما قبلت المشكله بيني وبينه. قال طيب طيب. المهم اللي صار يا جماعه ان الطالب اللي ولي امره ما جاء كانت وقع الدوام خلاه يروح وقال بكره تحضر عندي والمدير المدرسه ضروري مهم انت ولي امر فلا ما هتخل. وانا ايش سوى؟ جاني عمي مسكني قال تعال احمد كيف حالك ان شاء الله طيب انت ممتاز انا ممتاز اوكي شفت هذه الجريه انا ما بسوي شيء انا ما بسوي شيء انا عمك ابو درس بس ما بسوي شيء والله العظيم اللي يوصل العلم لابوك الان واذا ما جيت بكره وابوك تفاهم معك انا اللي بتفاهم معك عمك على عيني وراسي لكن ما تفشلني. انا هنا شويه جتني صدمه قاعد اقول طيب هذا عمي المفروض انه يكون يعني شويه عزيز لي اكتشفت انه لا اكتشفت ان ابوي بعد ما رحت بعدين يعني هذا 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 بالمستقبل انه طالع يقول شفت احمد تعمل عامله معامله انه ولدك انت اضرب انت سوي انت كل شيء تفاهم معاه. فعمي في ذيك اللحظه قال ما دامها اول مره انا راح اوجه الموضوع كله الى ابوه اللي هو اخوه فهمتوا ابوي اخوه ممتاز. قلت له طيب ابشر ان شاء الله ما استخطرك انا طيب. قال لا كلم ابوك وابوك يدق عليك ضروري. قلت له ان شاء الله. طلع عمي انه قد اتصل ابوي واعطاه العلم واسمه العلم يا جماعه الخير اللي هنا نكمله بالحلقه الجايه. الله يعطيكم العافيه تنسى اللايك وابزح ابزح ابزح والله امزح بس سويت لايك الحين العلم الحين 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 ويدق عمي يا جماعه الخير على ابوي ويفهم السالفه كلها بدون ما ادري انا تمام. انا عارف ان ابوي دائما يجي متاخر واذا جاء ابوي انا كنا نايم. قلت حلو بدخل البيت اموري طيبه بيجي ابوي بيكون مروق وان شاء الله كل شيء تمام. كنت متوقع ان السالفه بتكون بسيطه يعني في الحزه هذيك يا جماعه الخير ابعطيكم كذا حاجه سريعه عني. انا كنت انسان مدمن بلاي ستيشن مدمن سوني مدمن العاب تمام. كان دائما امي بالذات امي كانت تدور الزله علي عشان تاخذ مني البلاي ستيشن تحرمني منها او تسحبها وما ادري اذا في بعضكم مثلي او لا لكن يعني ما الوم الامهات اذا بيسحبون منكم البلاي ستيشن انتم مدمنين لا تدمنون. فامي الله يطول في عمرها مدرسه وفاهمه نظام المشاغبات ومهاوشات ومدرسه ثانوي مدرسه ناس كبار ودائما المدرسات يحبون اولادهم يكونون دوافير ممتازين غالبا بنسبة كبيرة ان المدرسات عليهم ممتازين دراسيا. كانت دائما تخليني على راحتي لان درجاتي كانت كويسة. ما قد جبت درجة زبت عشان اتعاقب بالشيء اللي دائما ألام عليه. اللي كانت تشوفني اطول على السوني لكن مأجل المدرسة كانت تخليني. لين ما جاء اليوم يا جماعة الخير اللي دخلت فيه البيت وكان في الاستقبال الوالدة القائمة. سلمت عليها قلت انها بتعرف عن الموضوع اكيد من اول. لقيت الامور طيبة. ما قالت لي شيء بس كان الوجه بيتغير. شكيت شوي بالوضع بس انا ما ادري تعرف او لا يعني متهاوش شافت لبسي متغير وخربان قالت السالفه قلت السالفه بسيطه بس كنت اسمع له وشق الثوب ما صدقت وعرفت انها يوم ما صدقت انها تدري. قلت طيب ما بتسوي لي شيء امي طيب يا حبيبتي امي الله يجزي يسعدها ويسعد امهاتكم. دخلت يا جماعه الخير وانا زقه معاي جلست على الغرفه عندي ومروق ابغى اشغل بلاي ستيشن والعب. في اللحظه هذيك واحده من اخواتي الصغار صارت بيني وبينها شد 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 خفيف بزعلتها وراحت عند امي تبكي تمام. انا كنت قافله معاي عشان اليوم الزفت اللي في المدرسه وتصفقت وماني ناقص في البيت وكنت يعني شوي كذا مضطرب اليوم ذاك وشايل هم ابوي يجي اشياء كثير. والله يا اخوان ان الموقف ما انسى هذا بالذات من القصه كامله الى يومكم هذا. اللحظه هذيك يا جماعه الخير يوم شفت اختي رايحه تبكي عند امي حسيت بقمطه
حسيت بخوف، حسيت ان في مصيبه بتصير الحين دبل. جلست بغرفتي العب طبيعي الا شوي الباب ينفتح تدخل علي امي. الحزه كانت حزه صلاه عصر 3:30 4 في الرينج هذا يعني حزه عصريه، ابوي ما يجي بالدوام دائما الا 5 كان او 4. تجي علي يا جماعه الخير امي تدخل علي الغرفه. المشكله مو انها دخلت علي الغرفه بس، المشكله ان اختي مقومتها من النوم. يعني تعرفون ايش مقومتها من النوم؟ يعني الان انا سويت 3 اعياد، العيد اللي تعرفيه من البدايه اللي هو عن مشكلتي، والعيد ان اختي بكت، والعيد اني قامت من النوم بسبتي. دخلت علي الغرفه، اول ما دخلت علي الغرفه واضح من وجهها انها زعلانه مره. اول كلمه قالتها لي انت ما تتوب؟ يوم قالت انت ما تتوب عرفت ان هنا في صدق مصيبه بتجيني، بنطق بنطق. لكن استغربت انها ما دخلت لا بواير لا بعصا لا زنوبه وانت بكهرباء، في العاده هذه الادوات اللي تستعمل في الضرب. اول ما دخلت وانا جالس عند السوني لفت عليها قلت ايش فيه؟ ترى ما سويت لها شيء هي من ده. قالت لا 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 والله ما انتظر لي ما يجي ابوك وتوخرني كذا تقومي وبعد وتمسك البلاي ستيشن حقتي تفصل اسلاكها وانا قاعد اطالع ايش بتسوي. قلت انا عبالي انها بتاخذها وتروح وتفصل الاسلاك يا جماعه الخير وتاخذ البلاي ستيشن هذا الشكل بلاي ستيشني وترفع البلاي ستيشن صاخ بالارض. انا كنت اعد السوني والبلاي ستيشن حقي يا جماعه، كنت اعده زوجه لي، كنت اعده كل ما املك، كنت اعده حياتي فرحتي. اللحظه هذيك اللي رمت فيها البلاي ستيشن والسوني حقي بالارض بقوه، انا انصدمت. تعرف اللي كانه ولدك انكسر، ولدي انكسرت قسمين السوني وفك الكفر حقها وطاحت على الارض وصارت كذا مفتفته فيها اجزاء مكسره من السوني واضح انها مندمره. اول ما شفت الموقف هذا انا ما عرفت ايش اسوي. طالع فمي كذا جاطيني تهزيئتين ورا بعض وتطلع وتقفل. انا انجرفت ما اخفيكم، انا انجرفت من قوه الصدمه يا عيال والجلطه اللي جتني. وش تتوقعون كرده فعلي؟ هربت من البيت. والله يا جماعه ان بذيك اللحظه حسيت بشعور الافلام صدق، الزبنات اللي كذا الحياه يا اخي. مهم هو كراتين مو افلام بس انتوا فاهمين قصدي. اول ما راحت امي يا عيال وتاخذني ذيك الدمعه دمعت والله اني بكيت، والله اني بكيت كثير صار ما بكيت كثير مره. اول ما راحت امي اطلع مع الباب واطلع مع باب الشارع واضرب باب الشارع. اول ما ضربت باب الشارع ضربه قويه مره واضح ضربتي انا من الزعل. طلع سواقنا شافني كذا قاعد امشي وانا قاعد وامشي امشي 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 امشي. في الحزه هذيك ابوي ما كان يخليني اطلع برا الحاره مره، لين ما قلت ما راح ارجع البيت. انا ما راح ارجع البيت وصملت والله يا جماعه صملت صمله، بس قلت بنفسي وين بروح؟ فكرت وانا قاعد امشي ممر 3 دقائق 5 دقائق بروح اتخبى وازبن في المسجد عشان اوري اهلي اني زعلان مره. وانا ترى ماني زعلان الا لما يشتي واحد من كسره البلاي ستيشن. ماني مهتم للطق اللي بيجيني من ابوي عشان الحوار، ماني مهتم للتسفيل من عمي، ماني مهتم اني تصفقت اليوم الصباح ولا من اختي كلها البلاي ستيشن. دخلت المسجد على الساعه 4:30 تمام؟ مسجد بظلم والله ولا لمبه شغاله فيه، وحتى جوالي اللي كان معاي بدون نت، ماسك جوال بدون نت. واروح اجلس في الزاويه حقت المسجد المظلمه. دخلت لفيت يسار جلست في الزاويه الساعه 4 ياذن كان مغرب الساعه 6 تقريبا، يعني ساعتين كانوا كنت بجلس في الظلام. الحزه هذيك انا عرفت ان اذا جاء ابوي البيت راح اول شيء يسويه يدورني، واذا ما لقاني بيعرف اني طالع برا. قعدت افكر قلت احمد الان انت هارب من البيت ومسوي مصيبه، لو قفتك ابوك ايش بيصير؟ وانا قاعد افكر بالسيناريو اللي بيجيني واني من مصيبه الى مصيبه، وقعدت افكر انا ايش سويت؟ وش هذا القهر؟ البلاي ستيشن انا والله كنت زعلان منها مره، لانه كان حرفيا مجمل وقتي عليها جالس، وكنت صغير وغلطان وطائش، كنت مره متسرع في قراراتي. جلست هناك يا جماعه الخير وانا ادري انه في مشاكل، بديت قعدت تقريبا من 20 الى نص ساعه ما تعيت الوقت هذا، في اللحظات اللي انا جالس فيها قاعد افكر بالمجريات اللي بتصير لي. وش بسوي؟ متى بقعد برا في البيت؟ بكره مدرسه، فهمتوا؟ النصف ساعه هذه يا جماعه الخير بديت اسمع اصوات من الدرايش وناس تتحرك. اول ما لفيت راسي كذا ابي اطالع على الباب عشان انتظر المداهمه من الامام ولا من احد واحاول ادور لي عذر انا ايش مجلسني هنا؟ انا لو شافوني بيقولوا انت ايش فيك جابك هنا؟ هم يعرفوني انا ولد فلان الفلاني واني انا من اهل الحاره، ايش جلسك لحالك؟ فهمتوا؟ انتم مستوعبين ان الوضع الان ترى وضع مو بسهل. انك زابن من البيت ومسوي جريه، كنت عاقل يعني وقتها مو بحق الاشياء هذه. وانا جالس يا عيال وطالع من الباب انتظر الامام يدخل واعطيه تصريفه اني كنت انا جالس انتظر الاذان ولا اي حاجه كذا، واطالع من بعيد الا الباب يفتح ويجي واحد ويطل راسه ويطالع كذا
وشوفني بالزاوية، مين تتوقعون؟ ايوه ابوي 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 قفطني في المسجد، ابوي قفطني في المسجد، ابوي 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 ابوي. اول ما شفته يا عيال طال راسه مع الباب وشافني والمكان مظلم والنور حق الشمس دخل كذا، قلت بس انا جي انا بلقم الحين، انا بلقم يعني تنطق في مسجد. البقايا دق دقات سريعه كذا، ما ادري هل اسوي نفسي زعلان ولا نفسي ذا، قلت خليني اسمع اني زعلان ولا بتحرك. طل راسه والله يا عيال طل علي كذا، قال احمد، ولف علي وانا كذا متوتر، احمد اطالع فيه ما رديت بعد، تعال تعال بسرعه تعال الحين. اول ما قلت تعال الحين مع نبره الصياح هذه انا قلت لازم اجي بسرعه عشان احمد ما تتصفق قدام الامام اذا جاء وتصير مشاكل زياده كبيره. قمت رحت لابوي، اول ما رحت عنده انا انتظر الكف، انتظر الطراق، انتظر الصفقه كذا اللي بتجيني من ورا، انتظر الشلوتي، انتظر التفله اللي هذيك عرفتوها السريعه. طالع فيني ابوي قال لي احمد ارجع البيت وان شاء الله اعوضك ولا اسوي لك اللي تبغى، يلا يا احمد امشي البيت. انا انصدمت يا عيال، اسمعوا 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 اسمع. انا انصدمت بالرخم يا شرب شويه كولا. انا قعدت اقول بنفسي انت تعرف ايش صار، يكلمني شفت معاه ساكت شويه في زعلان، بعطيه وضعيه عشان يعوضني، ها يعوضني على اساس اني انا ما جبت العيد مرتين اليوم. ما علي يا احمد يلا امشي واروح انا وياه نمشي كثير احنا في البيت. اخوكم احمد يا جماعه الخير دخل مع ابو البيت، استانس من داخل خايف من برا. ويا جماعه الخير حاب اقول لكم ان هذا كله كان فخ فخ كم فخ كم كم طفت لابس بروح. اول ما دخلت الا امي مستقبلتني قدام وجهي وابوي من يمين يمسكني ابوي ويدخلني المدرسه ويقفل الباب. طيب يا جماعه انا ما ودي اتطرق للاشياء اللي صارت في اثناء الباب ما هو مقفل في المدرس، ما ودي ادخل بالتفاصيل، التفاصيل ما تهمكم انتم، اهم شيء فهمتوا ان الغلطان دائما يلقم، الغلطان دائما على راسه كذا يا اخو. دخلني في المدرسه صارت بينا حوارات كذا يعني حنونه جدا، ابدا ما كان في مد يد، ابدا ما رفعني وشق من ظهري السروال، لا ما صار الكلام هذا، لا 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 لا, لا يا جماعه ابدا ما بكيت مره انا، لا وين ترى ما جاب لي سوني جديد، لا 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 لا. خلصت انا وياه يا جماعه الخير الحوارات هذه وعضيت الارض عض، الحمد لله على كل حال. جاء اليوم اللي بعده رحنا للمدرسه، عضيت الارض مره ثانيه في المدرسه، عضيت الارض من عمي، عضيت الارض بالفصل قدام الطلاب، عضت كل مكان ممكن تعضه، الله ياخذ ذي الكام. في يا جماعه الخير نقدر نقول ان كان من أسوأ الايام في حياتي الدراسيه هذاك اليوم، وتراكمت بعده ايام كثيره وبدا المستقبل يتدحدر وكذا المستقبل يصير دراسي عندي صعود نزول ما اشياء كثيره. فاللي حاب اوصل لكم يا اخوان من هذه القصه، اذا انت مو قد الهياط لا تهايط، اذا انت مو قد الكلام لا تتكلم، اذا مو قد البقعه لا تلامسها. الى هنا وصلنا لنهايه القصه يا جماعه الخير، قصه بسيطه من الاشياء اللي كانت تصير لي ايام البدايه، اتمنى عجبتكم، نسولف مع بعض نغير جو عن الجيمنج شوي فيها. انت قاعد تطلع ما ادري سويت لايك او لا، والله الصدق انا ما ابي اطلبكم عدد لايكات معين، وصلتوا لي المره اللي فاتت في القصه 200,000 لايك طلبتكم، ما ودي اطلبكم القصه هذه كما باكم توصلوني، لكن بكيفكم يعني اذا ودكم توصلوني وقسم بالله باستانس مره. لكن في طلب ودي اطلبكم اياه يا جماعه والله من قلبي يا عيال، 3 مليون مره قريبه. اذا انت تطلعني ترى بعضكم مو مسوي اشتراك، سوي اشتراك ترى قاعدين نطير باذن الله شهر ونص شهرين بالكثير واصلينها، سوي اشتراك يا دراسي اذا ما انت مسوي. والله يعطيكم العافيه، شكرا دعمكم اسطوري والله العظيم، احبكم، اي لاف يو جايز. لا تنسون استخدام الكود الاسود اكس البي ضايع يا شباب، بس ان شاء الله تلقونها انتم في فورتنايت. شكرا لزين بدت السوالف لازم انهي الان، استمتعتوا ان شاء الله، اكتب لنا كومنت تحت متى تصفق. الله يعطيكم العافيه، صلوا على محمد وابشروا بالخير، السلام عليكم. جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر، شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم، فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري، هذه بس بداية دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.